فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مات الرجل ثم دفن وفي أسنانه أو من ضمن أسنانه ذهب وقد مضى على قبره سنوات، فهل يجب أن يحفر القبر ويخفر؟ لا، لكن قبل يغسل إذا أمكن خلع الأسنان الذهب منه، لأنه مال ولا يهدر المال. وأما إذا دفن وانتهى فلا يحفظ. نعم.